السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. أنا هبتدي أتكلم عن بعض الأمراض اللي بتهم الناس والمتابعين، وده بناء على بعض الأسئلة أو الطلبات اللي بتيجي في التعليقات وكده من الإخوة المتابعين. فهنبتدي نتكلم عن أمراض طبعا مشهورة وعامة وبتشغل بال ناس كتيرة يعني. أول مرض هنبتدي نتكلم عنه أو هبتدي أتكلم عنه هو مرض ضغط الدم، طبعا لأنه مرض مشهور ويعاني منه نسبة عالية جدا من الناس. هتكلم عن هذا المرض على هيئة سؤال وجواب، كل فيديو سؤال والإجابة بتاعته. الفيديو ده هعمله كمقدمة كأنه فهرس للمواضيع اللي احنا هنتكلم فيها. أنا جمعت الأسئلة اللي بتيجي ورتبتها كده كلها على بعض، وبإذن الله كل سؤال نعمل عليه فيديو إذا ربنا أراد لنا وكتب لنا طولة العمر يعني. فخلينا نشوف الأسئلة اللي أنا جمعتها، ورجاء رجاء منكم اللي يكون عنده سؤال يحطه تحت هذا الفيديو عشان يلفت نظري إن أنا أضيفه برضو مع الأسئلة اللي هجاوبها في الفيديوهات القادمة. فقبل ما أشوف الأسئلة يعني قبل ما نشوف الفهرس او البنود اللي هنتكلم عنها، يا ريت اللي مش مشترك في القناة يشترك عشان تجيله الفيديوهات ديت اول باول، وممكن برضو لو تتفضلوا وتعملوا لايك للفيديو، ولو شايفين ان الفيديوهات ديت مفيدة للغير ممكن ترسلها او تعمل لها شير لاصحابك واصدقائك. فخلينا بقى نشوف ايه الاسئلة اللي انا بإذن الله تعالى هجاوبكم عليها في الفيديوهات القادمة بإذن الله تعالى. هل ارتفاع ضغط الدم ممكن يؤثر على الجلد على بشرتك؟ ما هي منطقة الخطر أو القياس الخطر لارتفاع ضغط الدم؟ ما الذي يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم المفاجئ؟ ما هي الأعراض التي تصاحب ارتفاع ضغط الدم؟ هل ارتفاع ضغط الدم يجعلك تشعر بالحرارة أو الحمى؟ هل قلة النوم ممكن أن تكون بسبب ارتفاع ضغط الدم؟ كيف يمكنني خفض ضغط الدم؟ متى يجب أن تذهب إلى الطوارئ في حالة ارتفاع ضغط الدم؟ ما هي أربع مراحل من ارتفاع ضغط الدم؟ ما هو ارتفاع ضغط الدم الذي يعد عامل خطورة للسكتة الدماغية؟ هل 150 على 90 ضغط دم جيد؟ ماذا لو كان ضغط الدم 160 على 110 جيد أم خطأ؟ متى يمكنك أن تعيش بسلام مع ارتفاع ضغط الدم؟ ما هو قياس ضغط الدم الجيد حسب العمر؟ هل يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم علامة على السرطان؟ هل يتسبب القلق في ارتفاع ضغط الدم؟ هل الخل يخفض من ضغط الدم المرتفع؟ هل يقلل ماء الليمون من ضغط الدم؟ كم من الوقت يستغرق لكي ينخفض ضغط الدم المرتفع؟ ما هو أفضل مشروب لارتفاع ضغط الدم؟ ماذا يجب أن تفعل عندما تكون قياس الدم مرتفع؟ متى يجب أن تقلق بشأن الدوخة؟ هل ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب الخفقان؟ ما هو الوقت من اليوم الذي يكون فيه ضغط الدم أعلى قياس؟ هل يزداد ضغط الدم مع تقدم العمر؟ هل القهوة ترفع من ضغط الدم؟